جميل. اليوم عم نتابع كواليس بروفيت الحلقة اللي بتسبق إطلالته المميزة ببرنامج تراتاتا. أكيد خلينا نرحب فيه ونقول له أهلا وسهلا فيك، منور نشاطنا مثل العادة. أمير الطرب العربي أهلا وسهلا فيك. تحب الصور أنت؟ طبعا. هنصور أنا وياك يلا. 1-2 أحلى سيلفي مع أمير الطرب العربي، يسعد مساك. بونسوار 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 عماد. أكيد مش أول مرة بتراتاتا، ولكن دائما لازم يكون لك إطلالي وتواجد لحتى تطرب المحبينك عبر الشاشة الصغيرة وعبر هذا البرنامج الجميل. خبرنا عن الاستعداد الطلي وعن ضيوفك اللي اخترتهم تكونوا معك. ما شاء الله ضيوف كبار وأصوات حلوة وموسيقيين أحلى وجو كله مهيئ انه نقضيو حلقه من الحلقات الممتازه ان شاء الله في تراتاتا. احمد جمال طبعا من الاصوات الشابه اللي تسحق كل الخير وتشق طريقها بثقه، وعندها مستقبل كبير كبير ان شاء الله. كيف اذا ربيان على صوتك واحساسك الحلو؟ هذه يعني مسؤوليه كبيره، يعني انا ما نعتبرش روحي مدرسه بقدر ما احنا جيل من الفنانين اللي تعلموا ودرسوا على مدرستهم الكلاسيكيه. هو اتجه الى المدرسه اللي تعلمت عليها انا واللي تربيت عليها. فأحمد يعني نعتبروش صوت مصري فقط، يعني هو صوت مصري نجم يكون يوم الأيام صوت عربي بامتياز. يعني رويدة عندها قصة يعني كبيرة مع معناها مع الفن، وما هيش جديدة على الفن، عندها طاقة وإمكانيات كبيرة، عندها حضور لافت، عندها تميز في او في 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 حركة صوتها. يعني كل الضيوف نتاع الحلقة كل واحد عنده ميزة وعنده خاصية خاصة به هو، وهذا اللي خلاني انا نحبهم يكونوا معايا حتى نعمل توليفة مختلفة عن المعتاد. يعني تدخل عندي وهي تاخذ وينك ولا العكس؟ لا بالعكس تدخل. يعني هي تدخل، هي تدخل حتى الجواب، حتى القدر يا ديني. اوكي اوكي. العالم حنيني هجر او خاني، يا بصر يا بصر بدنا نبارك لك على نجاح حلو كتير عبر شاشة عربيكا والباقي الشاشات. لكليبين طلعت فيهم رائعين، الاختشومات والعمل أيضا اللي لحقوا. يعني نعتبر أنه تواجدنا بمعناها بدرجة مهمة ياسر السنة هذه بأعمال خليجية بفيديو كليبات، يعني فيها خصوصية، فيها جمال الصورة. وبالنسبة لي أنا الـ 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 يعني المسؤولية متاعنا أكبر لما الناس تحب تسمع منك وتحب تشوف يعني أغاني جديدة وفيديو كليبات جديدة، فمسؤولية أكبر علينا إحنا أنه لازم نكون موجودين ونلبي لهم الرغبات متاعهم. إن شاء الله. 2015 والألبوم الجديد شو صار جاهز منه؟ لا إحنا شغالين، قاعدين نخدموا على قدم وساق، ومعناها ما بين مصر وما بين الخليج وما بين كذلك تونس، وتسجيلات زادة في فرنسا وفي لبنان أكيد. يعني نحاولوا أنه نكونوا جاهزين إن شاء الله. خبرنا عن التجربة العراقية مع حاتم العراقي، عملين وفيهم موال. يعني أغنية من الأغاني اللي خذيته من عند حاتم، طبعا أغنية عراقية صرفة، يعني تحس أنه طالعة من الأرض والتربة العراقية والتراث العراقي والإيقاع العراقي والكلمة والغنة متاع الأغنية. مهم خصوصا لما يكون أغنية تبدأها بموال عراقي زاد نفس الشيء، يعطي خصوصية ويعطيني أنا اكتشاف آخر
للأغنية واكتشاف آخر لصوتي، اكتشف صوتي في أغاني أخرى وألحان أخرى. بنروح لتونس الخضراء، وبنعرف مواقفك تجاه بلدك وتجاه الوطن العربي كله، والوقفة الحلوة اللي كنت موجود فيها ضد الإرهاب ودعم لتونس بعد الأحداث البشعة اللي حدثت بالمتحف. هذا أقل شيء ممكن نقدمه لتونس بالنهاية. احنا يد واحدة، وطن واحد، شعب واحد. الإرهاب دخيل علينا، والشعب التونسي نعرفه أنه معناها الأيام الجاية ممكن يعيش شوية صعوبات نعيش فيها اليوم، هي صعوبات مادية، صعوبات اقتصادية، صعوبات اجتماعية، لكن يوم الأيام سوف تفرج بإذن الله. شو مبرمج عندنا من حفلات مهرجانات؟ وبنعرف هلا بلشت التحضيرات والطلب إن شاء الله. أكيد أنا عندي حضور بالمغرب إن شاء الله بمهرجان فاس، عندنا حفلات بتونس بمهرجان ربيع القيروان بإذن الله. بعد جينا فترة التركيز كذلك والتحضير للصيف، وكذلك في الصيف إن شاء الله نكونوا موجودين ب يعني السيزون 3 متاع The Voice إن شاء الله، بداية من شهر 7 تصوير و إلى آخر السنة إن شاء الله. يعطيك الصحة. مرسي.